الحاج. ها وجا الحاج. واش نسمير؟ تعرفني انا انسان واقعي. ايه تعرفني انا انسان عادل. نروح هضر انا عندي بالورقه والستيلو هالحاجه. البابور اللي كوموندينه نتاع البنان راه في البحر. الحق الحق لا الاخبار هما اللي لحقوا. واش هذا الاخبار؟ راهم يقولوا باللي البابور طاح اون بان تما. الله اكبر. ايه وكيف وقتاش يدخل؟ ما واش يدخل، بعثنا زوج تاع لي ميكانيسيان. ايه عاود قال لك عندهم صوالح، عاود وليت انايا قلت انا بالك نخلص باش يبعثوا بابور واحد اخر يريكيبيري البنان. يا دني في المفيد راك تجغب لعبك. عندي الاصوات انا اقول لي البابور راح، السلعه وين راهي؟ البنان وين راه؟ راه في البحر. واش دخل في البحر؟ يلحق ولا ما يلحقش؟ اودي وين يلحق؟ البنان راه تما خسر، راه تملح كاع. قول والله هاولا نين كذبوه. وراك جاي فرحان خويا هكذا الله يبارك وتبكر فيا. سير يا الحاج، اش حال رانا خاسرين؟ هذا غير مليار و500 هذا ما كان. وين خاسر انت؟ انا اللي خاسر. تراك رابح في لافير، سبحان الله. يقول لي خاسرني شريك معايا يا ذي مليحه، شوفور تاعي خدام عندي يقول لي خاسر. والفكره تاعك يا وجه الشر، قلت لك انا نقعدوا في القماش واش دخلنا البنان؟ كل واحد عنده خدمته سبحان الله. تا كل يوم تجيب لي فكره البنان، الناس تاكل راهي من تحبوا البنان حلو وغالي. واش دخلني؟ كنت في القماش تاعي نخدم لاباس عليا، نامبورتي الباسينات نامبورتي حوايج اللي ما يخسروش. قلت لك ذيك نهار جيب حاجه باسينات بلاستيك بدريات هذو ما يخسروش. انا ماشي حاجه كبيره، هذا مليار و500 انت ولدك راك خاسر عليها 3 ملايير وراه عاد ما جاش. اه صاير تحسد فيا درك ولا ما تدخلنيش العائله في التجاره. لا لا خاطركش انا تدخل لي العائله وليدي انا نخسر عليه كلش، نخسرك حتى انت. على بالي فهمت ولا ما فهمتش؟ انا قادر نضحي بروحي على جال ولدك. بصحيت راك عارفني باللي نبغي. مالا ما تخلطها ليش؟ انا قلت الحاجه بغيت نعطيك واحد الفكره. والفكره هذوك واش الفكره؟ علاش البنان ربي ما كتبش واعتبرها صدقه منك؟ ايه؟ هذا تكاش حراق ولا بعد يغرق في بحر ولا ياكل البنان. درت انت ذوك الشريعه تقرا في الشريعه ذوك وليت امام. نعرفك مولاي صدق ودي الحاج. علاش ما نجيبوش الكيوي؟ راه النساء قاع يتوحشوا. انا زيد نتبعك. شوف خلاص حبست الهضره هذه، لا كيوي لا بنان. انا ندبر راسي. شوف درنا قول لي واش كاين. الحساب راه هنا الحاجه. انا الحساب راه هنا راه هاي الحاجه. هاي اعطيني راك متلف لي اموري وكتبت بكرعيك صاحبي. انا هذا نكتب بالخف، انا نكتب كي الطبيب. خليني انا دوك نروح نشوف المصيبه هذه تاع البنان، بالك راهم غلطوا فيه ولا حاجه. والله لا خممت. خليني نروح نضرب دوره ونجع الشر. نزيد نشرب الدواء كش ما يصير لي. خليني من بعد شويه عليك الحاج، شويه عليك. الله ينورك الله يسترك. واتمنى لو انساك انسى روحي وياك. الحب علينا والمكتوب يا ولدي اني اشم رائحتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.